السلام عليكم، معكم اخوكم احمد المبرمج من قناة عراق فوتوشوب. اليوم ان شاء الله راح نشرح لكم المحاضرة 19 الجزء الثاني، 19 الجزء الثاني، وهي شرح فلاتر المصورين اللي مختصة مثلا بالعدسات او الفلاتر السريعة، يعني احسن ما المصور يروح يعدل على الالوان. احنا اختارينا صورة راح نجرب عليها. طبعا بالمحاضرة السابقة احنا شرحنا فلتر جاليري، لكن الفلتر جاليري ايضا هي فلاتر سريعة، يعني مو محترفة، يعني مو عمل يد مثل ما نقول. وهنا ادابتيف وايد انجل اليوم راح نشرحها، وعندك كاميرا رو فلتر، وعندك لين كوركشن. راح نشرح هذني ثلاث فلاتر ان شاء الله بهالمحاضرة اللي مختصة بتعديل الالوان وضبط العدسات للمصورين، مثلا المختصة بالتصوير. يعني راح نشرح بالبداية اللي هو ادابتيف وايد انجل المختصة مثلا بال، اذا نضغط عليها هم راح يطلع لنا مثل ما تشوفون او يظهر عندنا فلتر خارجي اللي هو اسمه ادابتيف وايد انجل، اللي هو المختص بزوايا الصورة، او شلون احنا نقول بعدسة الصورة. اكو عدسة البرسبكتيف اللي احنا كمصممين نقدر نسويها يدويا وحسب الشكل اللي يعجبنا، لكن للمصورين اللي يعني المصور دائما يكون مختص بتغيير الالوان فقط راح يستخدم هذا الفلتر. يستخدم من عنده مثلا فيش اي، يعني عدسة الفيش اي اللي هي عدسة شلون نقول احنا عين السمكة، وراح يضبط مثلا من عندها السكول. شوفوا السكول هنا، أنا السكول هو تصغير وتكبير يعني. وعندنا الفوكس لينث اللي هو الموجود بعدسة الكاميرا، احنا نقول فتحة الكاميرا. شوف هو شلون راح يكون المصور يعرف بها اكثر من المصمم. وهنا أنا كروب فوكتر اللي هي مختصة بال، شوف مثلا اذا ذكرنا بهالشكل شوفوا الصورة شلون راح تكون، كل ما كبرنا كل ما تتعدل الصورة بالشكل هذا، راح كل ما زاد راح يزغر او يعدل الصورة. فنزغر بهالشكل ونقلل نقلل نقلل بهالشكل، هذا استخدامها. طبعا تقدر تضبط شكل معين مثلا ما يتغير من الصورة من هاي الاداة بهالشكل مثلا. اوكي نريد نضبط الجسر بهالشكل مثل ما تشوفون، شوفوا شلون صار شكل الصورة. اذا ضغطنا اوكي الصورة راح تصير عندنا هالشكل. طبعا احنا نقدر نسوي هذا الشكل بسيط بالوير والبرسبكتيف للمصممين. هذا الفلتر اختصاصه نقول لك كنترول زد من الكيبورد ونرجع الصورة. راح نشرح هذا الفلتر بسيط جدا، يعني راح نشرح الفلتر اللي هو ادق اللي هو كاميرا رو فلتر. كاميرا رو فلتر اذا ضغطنا عليه راح يظهر عندنا هذا الفلتر مثل ما تشوفون، ادوات تحديد الالوان هنا، وعندنا هنا الالوان اللي هو نفسه البيسك هذا، وعندنا التون كيرف، وعندنا هنا الديتيل، وعندنا هنا الجراي سكيل، وهنا السبيلت تونينج، وعندنا هنا لين كوركشن. لين كوركشن نفسه اكو هسه احنا راح ناخذه، راح اشرح لكم اياه. عندنا فلتر واحده يعني خاص بي. وهنا الافكتس طبعا مثل ما تشوفون كاميرا كولكشن، هنا الشادو والجرين برايمري والريد وغيره. هنا البروسيت نقدر نحفظه نقدر نستخدمه على اي صوره ثانيه. راح نرجع على البيسك. البيسك ايش بيها؟ بيها مثلا التين، وعندنا هنا الاكسبلوجر والكونتراست والهايتنس والشادو والوايت والبلاك وهواي انواع. راح نجي نضبط من عندها فد لون معين، تقدر تقول له مثلا اوتو بهالشكل راح يضبط لنا الالوان. شوفوا الفرق بين الالوان كانه ضبط، خلينا احنا عليها في الطبقه اللونيه. وطبعا طبعا هنا عندك الريد 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 اي تقدر تضبطها همين من هذا الخيار راح نشرحه. شوفوا
راح نضبط فد يعني نسوي فد تفصيل كأنه صورة طاقيها بالليل، يعني مو طاقيها الصبح. خلينا نشوف شلون راح نسويها. نجي نضغط على الكوستم أول شي، هنا راح تطلع عندنا الصورة الأصلية اللي هو نفس اللون، شوفوا راح أسويها كأنه صورة ماخذيها بالليل. خلي بس نوخر اللون الأزرق اللي هم خاليه، الرجعة للون الحقيقي بهالشكل، لأنه ماكو صورة يعني الرجعة كأنه نهار ماخذين الصورة. شوفوا هنا الفرق، هنا المغربية وهنا بس نرجع هذا 100% بهالشكل، كأنه هاي المغربية وهاي الصبح بهالشكل. خلي 33 حتى تظهر الصورة عندنا كاملة. وهنا من التين بهالشكل، طبعا هاي نخليها صفر لأنه احنا نريدها صورة طبيعية. من الاكسبلوجر نضبط مثلا بهالشكل، كأنه احنا وخرنا الشمس. شوفوا بس الألوان البنايات، بس احنا ما راح نخليه، يعني خلينا نخليه بهالشكل. وناخذ الاكسبلو الكونتراست، ناخذه خف من عندنا، نخليه 54 بهالشكل. عن تعديل بسيط يعني، مو شرط له انه نفسه تسوونه. شادو عندك هنا الوايت والبلاك، هنا شوفوا هنا البلاك اذا سويناه بهالشكل اوكي، هذا الرجع صفر مثل ما قلنا. بس انا دا اشوف اكسبلوجر، شوفوا هذا كأنه نهار ليه صباح ليل بهالشكل. عندك دنيا غروب، بس نكبر الصورة نسويها 100% حتى نشوف التفاصيل الموجودة بالصورة 100% بهالشكل. نرجع على اليد، احنا نريد نسوي الصورة، خلنا نخليها أقل اللي هي 66 بهالشكل اوكي. شوفوا بهالشكل صارت عندنا، خليها أقل 50% بس حتى نشوف الصورة. هذا نهار، احنا نريد نسوي الصورة وين؟ بالليل. خلي الهايت وهذا قلل الإضاءة بهالشكل، نقلل نسويها 33. عندنا الشادو وعندنا الوايت بلاك اوكي. صارت عندنا صورة كأنه، بس نكثر اللون بهالشكل اوكي، نضغط اوكي بهالشكل. شوفوا عندنا صارت الصورة كأنها طاقيها بالليل، يعني اللي يشوف هاي الصورة هسه يقول فعلا ان هاي الصورة ماخذيها بالليل، حتى الالوان متناسقة والشكل كلش متناسق. طبعا بس الحقيقة هي بهالشكل، هذا الفرق. هذا شغل الكاميرا رو، اللي هي اصلا الكاميرات لما تطق صورة تاخذها بصيغة الرو، هي كاميرا رو فلتر. ايش راح يسوي لك؟ فلتر للرو. تقدر تجعل كيرف، طبعا هو نفس الشيء، تقدر تاخذ الكيرف، يعني الكيرف شوفوا راح يسويها اللي هي الالوان الاعتيادية. شوفوا بس ضبط الانارة بهالشكل، حتى تصير اكثر واقعية. شوفوا الفرق بين الاثنين، هاي اكثر واقعية الثانية. هسه نجي على الخيار الثاني، طبعا ما اقدر اشرح لكم اياه كلية، الكاميرا رو يراد لأكثر من محاضرة،
لكن ان شاء الله بالمستوى الثاني راح نستخدم الكاميرا رو ويا استخدام الكاميرا اللي هو شلون نقول احنا استخدام الكاميرات او التصوير هو جزء مهم من المصمم، لازم يكون عنده كاميرا ويطلع وياخذ لقطات ويجرب حتى المصمم من يجي تصميم او يعني ينتقل لمرحلة الاحتراف لازم المصمم هو نفسه مصور، نقول مصور درجة ثانية او ثالثة بس يكون يعرف بالتصوير. اوكي نشرح الكاميرا او اللينز كوركشن. اللينز كوركشن هي مختصة باللينز، يعني شلون احنا نقول بحركة العدسة. بحركة العدسة يا اما عندك شي جاهز شوفه، يعني انا راح اسحب بهالشكل، يعني هاي الفش اي هالشكل شوفوا هسه، نقول له اوكي شوف الشكل مالتها شلون صار، والعكس تقدر تسوي يعني فلتر جدا بسيط، تقدر تاخذ العكس بهالشكل، تقدر تاخذ العكس شوفوا مثلا هيك، يعني حركة المصور متغيرة هسه بهالشكل. اوكي او تقول لك كوستم من هنا من هاي الفقرة وتختار مثلا برسبكتيف كوركشن، شوف الحركة يعني هسه هذا المكان اللي احنا بنشتغل به، عندك هنا الاتجاه الصورة شوف اتجاه الصورة، تقدر تستخدم هيك خيارات شوف الصورة الأصلية هي شلون شكلها، شوف هذا التغيير، تقدر تتحكم بالكاميرا كأنه عندك كاميرا وإذا تاخذ لقطات وتقدر تعدل على الصورة، طبعا هذا يحق لك قانونيا على تعديل الصور، يعني يعني المصور هو له حق يتلاعب بالصورة كألوان 25%. يعني إلى حق قانوني هذا الشيء، يعني حتى بالمعارض اللي يشاركون، يعني مو معناها هو مصور ما راح يتلاعب بالفوتوشوب بالألوان مصورة، لا هذا إلى حق القانوني إنه يشتغل هذا الشيء. أتمنى إنه استفادتوا من هذا الدرس، إن شاء الله بالدرس القادم راح نشرح الفلاتر الخاصة بالمصممين والأدفانز اللي هي تعتبر احترافية للمصمم ولازم يعرفها. أتمنى إنه تسوون سبسكرايب للقناة وشير للفيديو، وإذا عندكم أي أسئلة أو أي اقتراحات أو أي مشكلة بالفيديو تكتبوها بالتعليقات وإن شاء الله راح نناقشكم بها. كان معكم أخوكم أحمد المبرمج من قناة عراق فوتوشوب.